مناقشة الصحفيين والإعلاميين لمشروع لائحة النادي الأهلي، والحقيقة كانت ورشة ثرية جدا بالمناقشات والآراء، ساعدنا بآرائكم فيها وآراء كل الحضور. شايف التجربة إزاي؟ إنه نادي يعد دستوره بهذا الشكل، وأنت تقريبا اطلعت وكتبت تعليقا على هذه الفكرة في حد ذاتها من الناحية الديمقراطية. بص يا صبحي، هقول على حاجة عشان ممكن يعني بقية البرنامج اللي كمل عليها، وفي فرق إن أنا أكون مختلف على أستاذ إبراهيم بنيسي، مختلف عليك، وفي فرق إن أنا أختلف معاك. معاك. مختلف عليك من أول، أنا رفضك. بالظبط. رفضك كمذيع كمصحفي، أنا أي حاجة أنا ما مش قابلك. مش قابلك. وفي فرق إن أنا أختلف معاك في جزئية، في رأي، في مقال، في موضوع، في فكرة. أيوه. ده شيء أعتقد ده الأمر الصحي. اختلف معاك في حاجه وهتفق معاك في حاجه ثانيه، ان هو يبقى يعني جزء كبير كمان من الاعلام. ان انا في فرق ان انا اكون مختلف على فلان او مختلف معاه في الراي، عشان كده زي ما قلنا احنا حتى ده دايما وابدا من ثوابت البرنامج هنا، ان احنا بنختلف مع المكتوب مش مع الكاتب. الله ينور عليك. لا اصل الناس النهارده يقول لك هو انت النهارده مش كنت مختلف مع استاذ ابراهيم امبارح؟ امال النهارده انت بتأيده ليه؟ ولو هأيده بكره واختلف بعده. لا، هي الناس عايزه ايه؟ يا ابيض يا اسود. بالظبط. يا مع يا ضد. ما هي قصور في فهو ده من ضمن قصور الاعلام الرياضي اللي حصل في الفتره الاخيره. انا كنت يا مع يا ضد. النهارده انا ممكن اختلف مع مجلس كابتن محمود الخطيب في حاجه، لكن مش هختلف عليه. بالظبط. فالنهارده يجي في موقف ثاني، لا انا متفق معاه، يقول لك الله انت غيرت رايك، مش تغيير راي، بس هو امبارح انا كنت شايف ان هو غلط. صحيح. في الموضوع ده. لكن النهارده الموضوع ده شايف ان هو صح. ده مبدئيا زي لعيب الكوره، انت قلت له برافو على لعبه، الله ينور عليك، وزعقت له في لعبه تانية او في لعبه تانية، او انت النهارده مش موفق. بالظبط. النهارده مش في حالتك. لكن مفيش نجم على طول، مش واخده كله، مش هتاخد النجوميه في كل الماتشات. والا هتبقى يعني مش لعيب بقى، هتبقى حاجه جايه من كوكب اخر يعني. الشاهد، تجربه كانت تجربه، انا بالنسبه لي يمكن عشان احنا في السنوات الاخيره ما شفناش لوائح بتتعدل، لان كان القانون 77 موجود معانا من زمان يعني، محنط يعني، وان كان يعني القانون برضو كان فيه حاجات كويسه برضو. لكن عصرنا الاول مره فاتت تغيير لوائح او قانون جديد يتبعه تغيير لوائح، ف ما كناش جربنا ان في انديه بتغير لوائح عشان نشوف بيعملوا ايه. فبدانا نشوف في الفتره الاخيره، فبحكم المتابعه انت بتتابع سين وصاد وعين وغين وكل الحروف من الانديه، فلما يجي الاقي النادي الاهلي بيصدر لائحه، ففي الاول يصدرها في كتيب شيك قوي ويتفضل يوزعها على الاعضاء. عادي يقول لك بس انا ما وصلتنيش يا اخي، انا عندي 100,000 اسره ب 3,300,000 عضو، يعني مش حبه يعني 300,000 كتيب يعني. يعني لو ما راحتش الواحد، لو ما راحتش الواحد مش مشكله. وبعدين لما بروح للعضو ما ممكن عضو مع زميله وهم قاعدين يقروها ياخدها ومحطوطه في النادي، اللي بيدخل بياخد يعني. مش لازم تروح لك البيت يعني. عايز اقول لك ايه، بس انا ما جاتليش. طب يعني ايه المشكله انا ما جيتلكش؟ ممكن تروح تطلع عليها لو انت عايز. فانا طبعت اللائحه في كتيب شيك وبدات اوزعها على الناس، لو سمحتوا اقروا، ولو ليكم ملاحظه عليه احنا تحت امركم. في بريد الكتروني وفي صناديق، بل بالعكس في لجان هتجتمع ورش عمل، لو حضرتك عايز تقول رايك مباشره تعالى. بالنسبه لي تجربه جديده. انا عن نفسي اقول تجربه جديده، لان شفت في انديه اخرى ان اللائحه تتعلق على اللوحه وانت تعالى اقراها بمعرفتك بقى. لابس نظاره، ما انتش لابس نظاره، مش عارف تقف قدام الماده 50 والماده، والماده اللي انت مش عايزها شيلها من على الحيط وخلاص ومحدش شايفها، او انت واقف تقرا واحد يجي وراك وحزقك لابسك في السبوره واخد بالك، مفيش مشكله. او الست تخبط في الراجل، شفت ده وشفت الكتيب ده. طيب الحاجه الثانيه، ان النادي الاهلي يدعو رموز المجتمع في المهن المختلفه او في يعني من كافه الاطياف، برضو جديده. انا ايه اللي يجبرني على ان انا ادعي ادباء او فنانين او 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 كتاب او قضاء او مستشارين؟ ما انا عندي شويه الاعضاء الموجودين اللي يقول رايه خلاص، او يهمني الترابيزات المؤثره في الجزيره في مدينه نصر المؤثرين. أيوة. نخلصهم وهم يقولوا رايهم وناخد رايهم، السلام عليكم، انتهت وخلصت. لا بطرحها بشكل توسعي، كل الاطياف كل المهن تجتمع وتقول رايها، لدرجه ان انا سمعت ان في اكتر من 3,000 او 2,000 مش عارفه شويه مقترح اتقدموا. الحاجه الثانيه واللي يمكن ضايقت بعض الناس قوي، يقول لك الله انتوا ازاي تدعوا رموز زملكاويه ان هم يقولوا رايهم في، يا عم انت الزملكاوي ده كان في عملاء قاعدين هو الزملكاوي ده يعني دي حاجه تحسب للنادي ولا تحسب عليه؟ طبعا. وبعدين هو الزملكاوي هيحط قنبله في وسط اللائحه يعني؟ ده بيقول رايه، ممكن الناس هتاخد بيها ومش هتاخدها. صحيح. مش هيقول لك ايه الراجل ده زملكاوي هاته صحيح وجاب له خد رايه، بالعكس ده رايه الموضوعي اهم عندي
من راي المؤيد ممكن الله ينور عليك طبعا يعني ممكن طبعا يكون مخالف المؤيد شعر. الطبيعي انه يؤيد انه يؤيد لكن حد مختلف معايا في الراي بس عنده هذا القدر من الموضوعيه بحيث يقول لي ده صح وده صح وده صح وده غلط رايي يعتد بيه عايز اقول لك على حاجه يا ابراهيم اه دي المشكله بتاعتك على فكره انتوا في الورشه كنتوا جنب بعض اه انا شرفته طبعا وجودي معاه ومعاه احنا اللي ساعدنا بيكم جدا الحقيقه احنا عندنا مشكله اه في الدوله في مصر بشكل عام اه ويمكن ده لو نلاحظ دلوقتي انه في توجه بيحصل بياخدنا ناحيتها بشكل غير مباشر او بشكل احنا ما حدش كتير ملاحظه فكره ان احنا بنتعامل كمؤسسه مش كاشخاص انك تبحث ان تبقى دي دوله مؤسسات مش دوله اشخاص مش دوله ان ابراهيم منيسي هو اللي بيقدم البرنامج ده يبقى برنامج ابراهيم منيسي او ان الاهلي يبقى محمود الخطيب وليس اكثر من هذا فاذا مش محمود الخطيب مفيش اهلي لا انت بتتعامل مع مؤسسه ده سواء في الوزارات او في المحافظات او في الهيئات لازم يبقى ده موجود ان انت في مؤسسه بتدار بشكل تلقائي بشكل نموذجي المشكله عندنا احنا انه زي ما قال الاستاذ محمد وانا بكمل او مش بكمل بوافقه في الراي انه بعض الناس تعاملوا مع اللائحه باعتبار دي لائحه مجلس محمود الخطيب لا استنى ستوب وقف وبدا العداء معه بالمناسبه انا عايز اقول لك على حاجه انا ما كنتش اعرف ان في لائحه للاهلي انما انا كنت في الفرع بتاع مدينة نصر وقاعد بعد صلاه الجمعه لقيت مجموعه بتتكلم على اللائحه ومعارضه ليها وللمجلس ولقيت في ايديهم اللائحه فانا قمت دورت على اللائحه في الاداره فلقيتها كده في مدخل باب كده النادي لقيت في شباك كده حتى لقيت رابطه لسه ما مش مفتوحه تفاتحها انا واخد اللائحه وقعدت اقراها الشاهد من ده ايه ان انا عايز اقول لك انه أتيحت اللائحة لكل أعضاء النادي كل ما يدخل باب النادي ياخدها وأنا حتى كتبت عن ده في ملح الرياضي الأسبوع ده وقلت الأهلي بأهلي لأنه اللي أنا شفته في إدارة هذه العملية أنه الأهلي اعتمد بشكل أساسي على أعضائه مش على مجلسه وأنه كان هادف وراغب في أنه اللائحة تنال رضا الجميع طبعا في العلوم السياسيه يقول لك طالما بتعمل حاجه زي دي لا يمكن ترضي 100% لو رضيت 100% اعرف ان مشروعك فاشل طبعا مفيش مشروع ولا قانون ولا لائحه ولا تنظيم طبعاً. بيرضي 100% انما على الاقل الاغلبيه يبقى في اتفاق على الاتفاق العام على هذه اللائحه لما جيت الورشه قد اكون جاي متنمر عايز اشوف ايه اللي هيحصل في اللائحه وتدار ازاي لقيت حتى انا وصفتها انه كانت اداره ديكتاتوريه اسريه انه كان في اداره فيها نوع من الدكتوريه لكن الدكتوريه الاسريه عايزه توصل لاقرب نموذج يرضي الجميع ولما كان قبلها كان في بعض البنود انا شخصيا كنت معترض عليها لما جيت اتناقش وجهزها لقيت خلاص اتعدلت تمام اذا يبقى في واحد رغبه في الاستماع للاغلبيه بالزبط. او للجميع اثنين في قناعه بالاستجابه للرغبات اللي زي ما قال حتى عضو مجلس الاداره وقتها وانا مش فاكر اسمه انا اسف طبعا مش استاذ ابراهيم الكفراوي لا محمد سراج لما قال ان في اتفاق ان اللي يحصل على 75% من يبقى يتعدل ده خلاص هيتعدل فاذا ده انت مش بس بتطرح ده انت بتطرح وانت لديك رغبه مش مجرد انك تطرح للناس تقول لك ده احنا شاركنا لا ده انت عايز تاخد رايهم عشان تعدل وانت واضع كمان معايير موضوعيه للتعديل والتغيير في اللائحه النهايه ايه؟ ان كل عضو في النادي الاهلي هذه اللائحه تهمه بشكل شخصي. لانه فيها حقوقه وفيها واجباته وفيها واصله لشطبه كمان. ايوه. وبالتالي كل واحد مشاركته في هذه اللائحه مش بس مجرد انه هو عايز يشارك، ده واجب عليه انه يشارك. لان هو اللي بيحسم امره بنفسه. ولو عنده اعتراض يقف عليها. هنا النموذج ده زي ما قال الاستاذ محمد نموذج مش متوافر في انديه كثيره جدا. في لائحات كثيره جدا حتى في النادي الاهلي قبل كده اللوائح ما عدت واحنا ما يعني حاجات كتير جدا لكن المره دي انا بقول ان ده بدايه تغيير حقيقي بيجرى داخل الانديه الرياضيه بيقودوا النادي الاهلي وهنا هرجع تاني لفكره المؤسسه انه هنا بتدار كمؤسسه مش كمجلس وتدار كمؤسسه مش كشخص ايا كان اسم الشخص ايا كان نجمه ايا كان رمزه حتى لو كان الكابتن صالح سليم هو الموجود بس انت بتتعامل مع مؤسسه بترجع لاعضائها بتسمع رايهم بتستفيد من ارائهم ده بالعكس ده المجلس بيتنازل عن كتير من الحقوق بتاعته ده انا كاتب في مقال بقول ايه انه من الملاحظات ان لما كنا بنبدي ملاحظات الاقي عضو المجلس بيقول لك على فكره انا معاكم في هذه الملاحظه وانا رافضها الله ده انت عضو مجلس رافضها ازاي فده يديك مؤشر
ان مش ده المجلس اعطى اللائحه لناس خبراء فيها، حطوا لائحه نموذجيه ونتناقش عليها ونعدل ونطور. فانا بعتبر ان ده نموذج جيد، نموذج نبني عليه مش بس في اللائحه، احنا عايزين نبني عليه في كل ما يتعلق باي مؤسسه في الدوله المصريه، ان يكون ده نموذج للتعامل والوصول الى نتائج مرضيه في كل ما يخصها. هل ده ممكن يكون يا استاذ محمد؟ هل ممكن اعتماد هذا الزخم اللي حاصل نموذج وحاله للمجتمع الرياضي كله؟ مش شرط. برضه انا متفائل اهو. ايوه معلش قرار. انا النهارده محمد غير المتفائل. ايوه لا معلش مش شرط، لا وبل بالعكس ممكن تكون التجربه دي تثير غضب الاخرين، فانت مش هنعمل زيك. مش بالضرورة يعمل زيك. مش خلينا واقعيين عشان ما تبقاش انت السباق وده اللي جيت وراك. هي كده. سبحان الله. دي بقى الفرديه مش مؤسسيه. صح سبحان الله اللي هو قال عليها ممكن تكون فرديه مش مؤسسيه. انت عملت حاجه حلوه والناس عماله تشيد بيها، مش هعمل زيك. مع انها تجربه نجحت مش هعمل زيك يا اخي انا حر. عشان كده بقول لك مش شرط ان التجربه تعم او تنتشر او تنتقل او 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 على حسب رغبه اي نادي او اي اتحاد. اذا كان عايز زي ما اتفضل الاستاذ احمد وقال، عايز ابقى مؤسسه ولا عايز ابقى فرد؟ لو عايز ابقى مؤسسه انا من غير ما انا اعمل حاجه وانا مغمض، هات يا ابني تجربه النادي الاهلي واعملها او قررها او امشي عليها. مش عايز خلاص، دي ناس بتوع شو زي ما اتقال لي هو الاهلي بيعمل كده، قال لك ده شو يعني شو. طب وانا ايه اللي يجبرني على الشو دوت يا اخي؟ ايه اللي يجبرني عليه؟ سبحان الله يعني. ايه نتيجته؟ ايه نتيجته؟ هاخد ايه؟ هاخد نجوميه؟ طب ما انا نجم. صحيح. يعني لا معلش يعني هو الخطيب هياخد ايه بالموضوع دوت؟ كابتن الخطيب انا اسف ان انا اقول الخطيب يعني. كابتن هياخد ايه يعني؟ يقول لك هياخد نجوميه. يا ابني هو نجم قبل ما يبقى رئيس نادي. انا عارف يا عبد الحلال. يا عم يا مولانا. سيدي الحكم. هو نجم. مش محتاج يبقى ياخد نجوميه من رئاسه النادي الاهلي. رئاسه النادي الاهلي تدي له شرف، لكن مش الموقف ده اللي يعمله نجم. ولا ده بالعكس ده ممكن يعني يمثل ضغوطات عليه اكتر. وممكن تاخد من نجوميته شويه وبتاع، لان الناس هتدخله في مناطق ثانيه هو يبقى غنى عنها. يعمل لائحه وزعها على الناس وقروها، ولو ليكوا تعديلوا وعدلوا. سلام عليكم. انا في الساحل. انا في الساحل الشمالي يا عدلي ولا يا فلان لما يخلصوا من دهلي. يعني انت فاهم انا فوق. لما حد ده صفر لي تخلصوا قولوا لي صفر لي وانا انزل لك. يقول لك اصل شو ونجوميه وبتاع، مش محتاج يعمل حاجه. لكن هو انا بس مبدا صحيح. شئنا ام ابينا بقى اختلف معاكم في حاجات كتيره وانا في قناه النادي الاهلي، لا بجامل ولا بنافق، ولو عندي حاجه غلط عرضته غلط. لازم تختلف. لازم تختلف لانه مفيش عمل بشري. في حاجه في النادي الاهلي في اسمها تختلف مع الاشخاص، يجوا يروحوا في ريحه، حتى لو حسنا مش هقول مبادئ عامه، في ريحه مبادئ ما بعرفش اتخلى عنها. قد يجي عليا وقت انام عنها لكن بصحى لانها. ايوه يعني يجي عليا وقت اغفو عنها انام، لكن صحيح. لازم اصحى. هيجي عليا يوم واصحى. ان ما يصحش كده. اصحى يا حاج فوق. مش انت. مش انت. مش انت. فوق وقوم اصحى عشان في مبادئ نايمه تحت السرير او تحت المخده، قوم عشان عايزينها. هتتاخد. فالنهارده لما انا بقول ايه؟ لا ان الاعضاء هم اللي يحكموا. الحكم للاعضاء زمان بنقول ايه؟ الحكم الديمقراطيه الشعب. يعني ايه؟ الحكم للشعب. الحكم للشعب. طب ما هي دي كلمه الديمقراطيه اللي احنا بنقعد 30 سنه ولا 50 سنه نقراها في الكتب. وكتب الاشتراكيين والشيوعيين قبل الرأسماليين. طب ما هي دي الحكم للشعب، الحكم للاعضاء يا سيدي. خاصة ان انت بتنطلق من تراث الاهلي كان عنده لائحة 1908. يعني لما تشوف الارشيف بتاع النادي عنده لائحة منضبطة جدا في فبراير 1908، يعني سنة واحدة بس بعد تأسيسه. وهي المشكلة عمل لائحة. لا هي مشكلة. وحتى كان مسميها دستور النادي. هي مش مشكلتك كده، يكون عندك لائحه كل الانديه كان عندها لوائح. طبعا لا انت عندك لائحه واي انديه ما عندها لوائح خاصه بيها. هي زي ما بقول لك الجديد ان لائحتك انك تحترمها وهي اللي تحكمك. هي اللي تحكمك. زي ما احنا بنناقش كنت بناقش بقول لك في بنود ان الكابتن او رئيس مجلس اداره قال لك لا كفايه 8 سنين او لا بلاش او لا لا لا، والاعضاء هم اللي يقولوا لا. اذا كنت انت فترة رئاستك مش عايز الحكايه ديت امشي انت بعد 8 سنين. بعد 8 سنين تمشي انت. واحنا حرين فيما بعد كده. بالظبط. يعني طب انا عايز اكتر من ودي اتقالت كده. وانا ايه يعني احنا اللي نقول
مش تقعد 8 تقعد 4 تقعد 12 انا لا اقول تمشي بعد 4 سنين انت مش عايز تكمل انت حر يعني انت دورتك انت انا كجمعيه مشيك بعد 4 سنين انت بعد 4 سنين انت مش عايز تكمل انت حر بالظبط قعدت 8 مش عايز تكمل صحيح. انت حر انا محتاجك 12 16 انا حر انا محتاجك عشان انا كنت مثلا من الناس من زمان لما قال لك بلح لائحه الثمان سنوات انا كنت اتضغط لانك انت بتحجر على رايي يا اخي انا عايز فلان انا صاحب المكان انا اللي اقول في الاستاذ ابراهيم يقعد ولا يمشي صحيح. لان انا اللي بختار انا اللي عايز اقول لحضرتك خلاصه يعني عشان ما نطولش في النقطه ديت انها تجربه اللي عايز يحتذي بيها اهلا وسهلا مش هيخسر مش هيخسر ولكن هيكسب هيكسب ايه انك انت احترمت اعضائك بس اقل مكسب ليك انك تعرض لحيتك على الاعضاء قبلها بفتره وتسيبهم يناقشوها بحريه وتستجيب لرغباتهم انك كسبت احترامهم حتى لو مش التاني يوم طيب كسبت احترامهم ممكن يجوا يوم 28 انا بس عايز اقول نقطتين صغيرين في الجزئيه دي معلش اسمح لي يعني اتفضل اللي بيحصل ده انه ممكن تبقى انت عامل تجربه جيده وبعض ما يرضيش يحتذي بيها هو ناتج عن ايه يا صغير ناتج عن ان احنا خلطنا فيما يتعلق بالانديه الرياضيه خلطنا ما بين الدور الاجتماعي للنادي والتنافس الرياضي في منافسات مختلفه بمعنى ان منافستي معاك في لعبه في كره قدم في طايره مش عارف ايه بتنعكس نتيجتها على دوري ودورك انت كانديه ليها دور اجتماعي في الدوله وبالتالي حصل نوع من رغم ان الانديه يجب ان تتكامل ويجب بينها انشطه وفي بينها علاقات اجتماعيه لان الدور الاساسي للانديه هي دور اجتماعي خلينا نتفق على هذا صحيح وان اغلبيه اعضاء الانديه كلهم هادفين الى الدور الاجتماعي للنشاط الاجتماعي وبالتالي الخلط ما بين النشاط والدور الاجتماعي الحقيقي للنادي ومن بين دوره في المنافسات الرياضيه اللي بالمناسبه ده نموذج مصري خالص تمام موجود في حاجات كتيره فده خلق نوع من المنافسه اللي وصلت الى حده الخلاف الشديد اللي طغى على الدور الاجتماعي للانديه وبالتالي لو احنا بنتعامل في اطار الدور الاجتماعي اللي عمله الاهلي ده اي نادي هياخده هو مرتاح يطبقه كنموذج لكن في ظل الصراع والتنافس الرياضي اللي بعضه يعني خرج عن حدود التنافس الرياضي بقواعده هو اللي يؤدي ان انا النهارده اقول لك لا ده بيعمل شوفه مش عايزه ده رقم واحد رقم اثنين الجزئيه اللي قالها برضو استاذ محمد وحضرتك اكدت عليها فكره لا 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 رئيس النادي يقعد 8 سنين بس او العضو يقعد 8 سنين بس ويمشي هو انا عايز ديمقراطيه ولا مش عايز ديمقراطيه هو انا عايز اسمع للناس واخد ما الديمقراطيه معناها ايه زي ما قلنا ان الناس هي اللي تحكم مش كده وهي اللي تختار نعم وده نموذج على فكره اوسع من مما يحدث في النادي الاهلي وفي لوائح الانديه ده نموذج حتى في العالم السياسي ان انا عايز اقول لك ديمقراطيه بس انت تمشي بعد سنتين وديمقراطيه بس انت ما تجيش انت محجور عليك ما تدخلش السياسه لا الديمقراطيه انت عايز تسمع للناس يبقى اسمع للناس زي ما هم عايزين اذا اغلبيه اعضاء النادي الاهلي او اغلبيه اي اعضاء في مجتمع في انتخابات سياسيه في كل حاجه قالوا راي واتفق على راي خلاص انا ملزم بيه انا كاقليه اقول شكرا انا ملزم بهذا الامر وبالتالي فكره الديكتاتوريه الخفيه اللي البعض بيمارسها من خلال ادعاء الديمقراطيه ان احنا عايزين ديمقراطيه بس عايز ينفذ اللي في دماغه دي موجوده وبيحاولوا يفرضوها في كل حته انما الحقيقه طالما عايز تسمع للناس سيب الناس تقول رايها وسيب الناس تختار تقعد 5 تقعد 4 تقعد 8 تقعد 12 تقعد 20 الناس هي اللي اختارتك لما الناس مش عايزاك هتمشيك خاصه في حاجه يا استاذ الناس بتخلط بين طبيعه الانديه الرياضيه وبين يقول لك ما هي الثمان سنين او الدورتين او المده المحدده موجوده على نطاق تاني الفاصل او الفرق بين الاثنين النادي انت استفدت عضويته او اكتسبتها بفلوسك فانت مجلس الاداره ده عباره عن ناس انت وكلتهم لتسيير امورك لمده معينه وتحاسبهم عليها انا بوكل هو ده ببساطه ده صحيح فانت كنت انا بوكل حد فيما املك انا استفدت بهذا الحق بفلوسي فما تحجرش عليا فيما املك انا كمان اخليه يستمر بالظبط طالما انا شايف ان الامين على حقوقي ده وده اللي انا اخترته في اي سكه بالظبط بالمناسبه في اي اتجاه بس اضمن لي اليه المحاسبه والتغيير والرقابه ايوه انا معاك تمام انما انا بقول لك طالما انا اخترت سيبني اختار ما انت قلت الاغلبيه فما تجيش تقول لي روح قول رايك بس ما تقولش كذا لا انا هقول رايي ورايي لازم يمشي على الاقليه بالظبط فالاغلبيه سواء اغلبيه مجتمع او اغلبيه نادي او اغلبيه حزب او اغلبيه انا طبعا مش عايز اخلط بين ده وده انما طالما الاغلبيه استقرت على راي يجب ان احنا كلنا نتعلم ده المدرسه بتاعت الديمقراطيه واضحه الاقليه تستجيب للاغلبيه وتسير في ولما يجي لك انت دورك انك انت ممكن تحصل على الاغلبيه خلاص انت حقق صحيح. اللي انت عايزه
فيها اضافه في لا 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 خلاص يعني. طيب يبقى ده المشهد الاعلامي بكل ما فيه من تحفظات كتيره جدا، في تفاؤل من الاستاذ احمد ايوب على خلفيه مصادر من قوانين منظمه، نامل ان شاء الله تعالى ان هي تؤتي ثمارها في ضبط ايقاع الاداء الاعلامي، ويتحفظ للاستاذ محمد سيف على هذه الفوضى الغريبه جدا السائده في المشهد الاعلامي الرياضي، بالاضافه الى هذا الاتفاق على قيمه ما يحدث في النادي الاهلي من زخم كبير جدا حول لائحة النادي الأهلي، وإقبال الأعضاء بكل هذا الحماس على إعادة بعض البنود وتعديلاتها. يبقى المشهد الرياضي المشتبك، يبقى الأهلي في كوناكري ماذا ينتظره، يبقى الدور العام بكل مشاكله ومنغصاته، وأراء الأستاذ محمد سيف ورؤية الأستاذ أحمد أيوب بعد الفاصل، علما بأن مباراة الزمالك انتهت منذ لحظات بفوز الزمالك على طلائع الجيش 3-0، وكان سبقها فوز الإسماعيلي على إنبي 3-2 يعني يوم الثلاثات. بعد الفاصل الأستاذ محمد سيف والأستاذ أحمد أيوب وماذا ينتظر الأهلي في كوناكري.